يقول البعض من عمل مكفرا فإنه لا يكفر باطنا وإنما يكفر ظاهرا وباطنه يوكل إلى الله، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما هو بصحيح. من عمل الكفر أو الشرك وهو غير لا يعذر بالجهل، وهو يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع النصائح وأقوال أهل العلم وعمل الشرك فهو مشرك، أو الكفر فهو كافر، نحكم عليه بذلك عملا بما عمل أو قال أو فعل. نعم.